أعزائي المتابعين، أهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات صالون السنوسي. معانا النهاردة شخصية محببة لكل الطلبة اللي دخلت مدرسة الثانوية بنين في الدخلة، الأستاذ علي ماهر. أستاذ علي ماهر واحد من النحاتين المعدودين في الجمهورية، راجل فنان من الطراز الأول، ده بالنسبة لي أنا راجل جمع ما بين الفن القديم والفن الحديث، ما بين التقليدي وما بين الحداثة، ما بين المعاصرة وما بين الأصالة. جايين النهاردة نتكلم معاه رأيه في إيه في التراث اللي إحنا عايشين فيه وإزاي نتذوق التراث. في حاجة معينة اسمها تاريخ التراث، أنا عارف إن هو عاشق لهذا التاريخ. إحنا النهاردة جايين نتعلم منه ونشوف رأيه إيه في عودة الخواجة في التراث. أنا عارف إن الموضوع ده بالنسبة لك موضوع شائك، بس أنا حبيت أتكلم فيه معاك. أقول لك يا عم محمد، حتة الأول نعرف التراث. تمام. اسمه تراث، تراث يعني جاي من زمن قديم. حلو. لكل بلد ليها تراث، الواحات ليها تراثها، الصيادين وبحري ليها تراثها، الصعيد ليه تراثه. أكيد. مخزون. المخزون ده لما بتيجي تتناول المخزون ده وتاخد المخزون ده، واحد من الاثنين، يا إما تبدأ أنت راجل تلقائي تشتغل على نفسك إن أنت تعمل التراث ده بتلقائيتك، يا إما أنت راجل أكاديمي بالفعل وبتاخد التراث ده وبتطوره. تمام. بتلعب بالموتيفات أو المفردات اللي هي بتاعت التراث. المشكلة اللي موجودة إن لما بيجي حد يقول لك أنا بشتغل تلقائي. حلو. تمام. أكاديمي. كل واحد ليه دايرة. الأكاديمي بيلعب في منطقة الأكاديمي، التراث اللي بيلعب في التلقائي بيلعب في منطقة التراث. طيب ليه دايما في موجودة حتة كده على خلاف مستمر ومش هتنتهي؟ اللي هي ما بين الراجل الأكاديمي وما بين الراجل بتاع التراث. الراجل بتاع التراث عايز يصنف نفسه جوه الأكاديمي. تمام. يعني عايز يبقى تصنيفه مثلا ممكن يكون في نقابة الفنانين التشكيلي. تمام. ماشي. والأكاديمي رافض ده. أنت مش زيي. تمام. إحنا عندنا مثلث كده في الفنون عامة أو يعتبر ثالوث في الحياة. تمام. اللي هو بيقول إيه؟ لو افترضناه في الفنون في حاجة اسمها المبدع أو صاحب العمل، والتاني العمل نفسه، والثالث المستمتع والمشاهد. المشاهد ده بنقول عليه في الفنون مستمتع، لان هو في فرضيه انه لازم يستمتع بالعمل الفني. صح. ما ينفعش ان انا اعمل عمل فني عشان يبص عليه ويمشي، لا، يقف قدامه ويستمتع بيه. طيب الثلاثه دول الحكم فيهم بالنسبه لي انا المنتج. ما بدورش على ان انت خريج فنون بالظبط او انت خريج اداب وبتشتغل. ما هو في واحد من الناس مثلا زي محمود سعيد، ده راجل مش اكاديمي بس راجل من اسره ارستقراطيه جدا، بس هو جايب استاذ يعلم، هو قاضي، قاضي بعيد عن الملعب خالص، ويعتبر استاذ الحداثه، اول من عمل من ابدع في حته الحداثه. تمام. طيب ده اصنفه ايه؟ المؤهل بتاعه راجل لسانس حقوق. صح. بس انا ما بحكمش عليه بالمؤهل بالشهاده بتاعته، انا بحكم على المنتج بتاعه، اللوحه اللي عرضها. اللوحه اللي عرضها بتقول ان الراجل ده اكاديمي وغير في المدرسه، عمل مدرسه، مدرسه محمود سعيد، حاجه جديده طبعا، نقل نقله كبيره جدا من كلاس لحداثه. طيب الراجل بتاع التراث، لو انت راجل هتشتغل في التراث بس، راجل مش مؤهل اكاديميا ان انت تشتغل في التراث، خلاص انت اخترت الدائره اللي انت تلعب فيها، اخترت ان انت تبدأ راس حرب، مالكش دعوه بالجول. صح. لو احنا قلبنا الملعب من فن للعب. بالظبط. فهنا انت بتلعب على حته التراث، عندك دايره قد كده انت بتشتغل فيها. ده وكلمه قد كده مش معناها انها صغيره، دايره كبيره جدا، ومش معنى ان انا مش من الواحات ما العبش تراث الصعيد. صح. ومش معنى ان انا مش من الصعيد ان انا ما العبش تراث بحري، لا، انا العب كل انواع التراث طالما امتلكت ادواتي ومفردات كل بيئه من دول. طب يعني نقدر نقول الاستاذ علي ماهر
لا مع التقليدي ولا مع الحداثة، مش مع الراجل اللي طالع بيرصد الأحداث حواليه بطبيعة، ولا مع الراجل الأكاديمي مش في المطلق. لا، أنا مش مع الصراع اللي بين الطرفين. تمام، لكن الاثنين بيكملوا بعض المفروض يعني. لا، هما مش بيكملوا بعض، بكلمة يكمل إن في نقص عند واحد التاني بيكمله. لا، ده ليه دايرة أحكم عليه فيها. صح. هو بيحاكي التراث ولا لا؟ بالظبط. بينسر التراث، بيصور التراث بصورة حلوة ولا لا؟ ده راجل، الراجل اللي هو التلقائي اللي هو بيشتغل التراث صرف. يعني مثلا في واحد اسمه حسن شاب في المنيا، راجل تحفة في شغله، بيشتغل بالحبر. الراجل ده بيمسك عروسة المولد، بيمسك ريل والحصان، بيمسك لعيب العصاية، الحكاية دي ما بيضيفش، ما بيغيرش عليها، هو بيحكي حواديت أو زيت الهلال. تمام؟ حواديت تراثية، ما بيحاولش مثلا يجرد الشكل ويدخله في حداثة لريل أكاديمي. على النقيض تلاقي مثلا راغب عيال، ده ريل أكاديمي للبحر، لما مسك المفردات بتاعت العمل التراثي كلها وحطها في لوحة حديثة، غير من شكل المفردات دي. تمام؟ التغيير ده هو اللي بيلعبه الأكاديمي. لأن هو ده الدارس اللي بيعرف يعمل التغيير ده بلون أو بخط أو بتكوين أيا كان. لما نيجي للراجل التلقائي، الراجل التلقائي رافض إنه يقعد في الدايرة، عايز يناطح الأكاديمي، وفي نفس التوقيت الأكاديمي مش جابله لانه احس ان ده مش من مدرسته، مش من مكانه. تمام؟ فهنا هي مشكله الخلاف. المشكله الادهى ان مثلا تلاقي الراجل التلقائي ليهم معارضهم وليهم روادهم وليهم المريدين بتوعهم. تمام. ما تطلبش جماهير الاكاديمي يبقوا عندك. صح. ونفس الحكايه هم ليهم طعم معين بيدوقوا، هو بيشوف الخطوط وانسبياتها مثلا او بيشوف حاجه معينه في الرسمه تجذبه، تناسق العضلات، مش عارف. تمام. الحاجات الفنيه الخالصه. يعني الاكاديمي ده راجل دارس دراسه بحت، ما بيخلش في اتزانات، في تكوينات، في تشريح، في لون، في طريقه تركيبه. لما تيجي انت تصارعه لازم تبقى على كده. صح. انا ما عنديش مشكله مثلا ان واحد مش اكاديمي، او هي كلمه العقده في الدنيا كلها بالنسبه للناس كلمه اكاديمي ومش اكاديمي. لا، انا ما بقولش كده، انا بقول ما بيني وما بينك منتج. صح. او ما بين اي واحد وحد ثاني المنتج اللوحه. لما تبقى في لوحه عاملها مثلا تلقائي وبتلعب جواها اكاديمي، انت كده طلبت من انا كمستمتع احاسبك اكاديمي. صح. انت اللي زي اللي يقول لك انت اللي جابت شكل، انت غيرت لونك. انت غيرت لونك، انت دخلت تصنيف تاني، يبقى بالتبعيه انا لازم احاسبك اكاديمي. ما تقوليش في وسط الحساب ان انا لما اجي اقول لك مثلا تشريح او تكوين او لون مش متركب صح تقولي لا ده تلقائي. لا يا حبيبي، انت كده لعبت، دخلت ملعب بتاع تلقائي، يبقى انا احاسبك بتاع اكاديمي، يبقى انا حاسبك اكاديمي. طيب استاذنك هننقل الصراع من داخلي بينه وبين بعضه، ما بين التلقائي والاكاديمي، ما بين بقى التراث الداخلي وعقده الخواجه. انا عارف انك مش حابب عقده الخواجه، او يعني الخلفيه الثقافيه اللي عند حضرتك بتمنعك ان انت تتمسك بعقده الخواجه. حضرتك كلمتني فيها مرات كثيره جدا جدا، عايز افهم بقى ليه رفض عقده الخواجه؟ ليه رفض ان احنا ناخد منهم حاجه خالص اصلا؟ يعني انا هقول لك على حاجه، في لوحه اسمها مدرسه اسينا. تمام. مايكل انجلو. تمام؟ مدرسه اسينا فيها راسم فيها كل المبدعين في الوقت ده اللي هو عصر النهضه. من رياضيات، فيثاغورس، اقليدس، ارسطو، سقراط، ارسطو طاليس، كل ليوناردو دافنشي. الراسم نفسه مايكل انجلو في نفس المدرسة، تلاقي في ركن كده معين ابن رشد رسمه بكل تفاصيل الراجل العربي. تمام؟ بيتعلم. ليه بيتعلم ابن رشد هنا؟ النوع ده من العلوم
مش موجود عندنا كعرب، فراح يتعلم. انما الرياضيات عندنا، الطب عندنا، وعندنا عباقره معديين المرحله دي. لما نيجي نقول احنا عندنا، لا احنا عايزين ننقل الكرسي ده من هنا لهنا، لا احنا نشوف واحد خواجه. نشوف واحد خواجه ليه؟ ما انا عندي اللي ينقل الكرسي. ولا هي متعه في ان اللي شغال عندي او اللي انا بدفع له خواجه. لما اجي اقول ان مثلا شامبليون هو اللي فك حجر رشيد، لا مش شامبليون اللي فك حجر رشيد، رموز حجر رشيد. في واحد سبقه ب 800 سنه عربي، وراح عامل الحدوته دي وفك الرموز دي. طيب لما ليه بتنكر العربي اللي عمل ده من 800 سنه وبتقول شامبليون؟ طب خلينا بس نقول اسمه، لان اكيد في ناس كتير في المتابعين ما يعرفوش مين اللي عمل كده. يعني مين اللي احنا نسيناه او التاريخ يعني اكل حقه؟ ابو وحش النبطي ده هو اللي عمل الحكايه دي وحطها سجلها في كتاب ليه. تمام، انا مش فاكر العنوان بتاع الكتاب الوجاوي، بس انت لو كتبت ابو وحش النبطي هتلاقي هيقول لك الراجل ده عمل ايه. يعني في حد فك رموز اللغه الهيروغليفيه قبل؟ ايوه، من قبل شامبليون ب 800 سنه. اخوانا دي معلومه جديده عليا طبعا، ان في حد فك رموز حجر رشيد او اللغه الهيروغليفيه قبلها ب 800 سنه. ليه احنا دايما بنقول المشكله ان احنا بنهمل اللي لينا. صح. طب ما انا ليه بتبروز شامبليون؟ شامبليون ده راجل خوايا ومحتل، يعني كان داخل علينا كان محتل. بالظبط كده، دي حاجه من ضمن الحاجات. احنا دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه رايحين نجيب بعثه فرنسيه تدور على اثار نحضه بتاعت ايه؟ ليه؟ هم بيستخدموا عمال مصريين. يا اخي ده يعني في مثل عربي بيقول لك ان اهل مكه ادرى بشعابها. وده حقيقي. ايه اللي يخليني انا اجيب حد من بره ياخد هو ايه ليه هو بيرضى يعني يشتغل عندك هنا في اثار فرعونيه؟ السؤال. تفتكر يعني هو عايز يبروزك في وسط حضارات العالم ويقول ان في كشف فرعوني في المكان الفلاني في مصر؟ لا اكيد ليه هدف تاني. هو ليه هدف تاني وليه هدف اكبر. العلوم اللي انت بتاخدها من على جدران المعابد هو بيفكها جاب لك وبياخدها وبيشتغل عليها. ان هو يسبق في الحضاره، يسبق انت من عندك. يعني مثلا تلاقي ناس كثيره تعرف احمد عثمان راجل نحات وعميد كلية فنون جامعة اسكندرية كان. تمام. طيب ايه اللي يخلي القيادة السياسية نفسها تخول لي انه ينقل معبد ابو سمبل؟ معبد ابو سمبل كان هيغرق في بحيرة ناصر مع بنا السد. بالظبط. طيب ليه عبد الناصر بيقول له انت المسؤول قدامي عن نقل المعبد ده من المكان ده لمكان تاني؟ مش مصري صرف ده. صح. ده مصري لابعد الحدود. طيب لما يجي ينقلوا عشان نعرف الفرق، بس في بعثه نقلت معبد هيبس جراب خدت فيها حوالي 11 سنه عشان تنقل او 10 سنين، وبعد ما نقلت وكل الناس بتروح معبد هيبس تلاقي حجاره مرقمه فوق ال 30 او 40 حجر المزاتوش مترقمه ومرميه على الارض. الحجاره دي لما تفكك كان ليها اماكن. ملهاش مكان دلوقتي. بدليل ان انت لما عملت ايزومتري للمكان وصورت وعملت لاند مارك ليها اماكن. شلتها وبعد ما شلتها ما عرفتش ترجعها مكانها، ده الخواجة. بالظبط. تمام؟ ما ابدعش. ورغم ان انا هقول لك مع احتفاظي بالكلمه اللي هقولها ان معبد هيبس مش باهميه ولا بثقل معبد ابو سمبل. وجبت له خواجة. طيب احنا ما عندناش اللي يعمل ده؟ عندنا وعندنا كتير كمان. تمام؟ يبص على معبد ابو سمبل، احمد عثمان نقل المعبد، هو عدى مرحله العبقريه. عدى مرحله العبقريه في انه مش نقله بس، قطع الحجاره دي ما بين 30 طن ل 20 طن، اقل حاجه 20 ل 30 طن، بشويه عتب، بمنشار، مش بقطع ليزر ولا كلام من ده، ولا في كانت الحداثه دي كلها. وفي الاخر خالص بعد ما نقل مش نسي حجاره وسابها ورقمها ورماها، لا، دا
ده حافظ على مواعيد دخول الشمس على وش رمسيس الثاني في المواعيدين اللي بيدخل فيهم. يعني هو زي ما نقله حافظ على المعادلة دي، حافظ على الوضع الفلكي بتاعه. طب ده فنان مش مهندس يعني. كلامنا كان سنة كام تقريبا يعني؟ نقلة مسلمة انا اكيد كان سنة السبعينات، كان سنة 64، وخد المشوار نقل المعبد كامل من 64 ل 68، يعني خد 4 سنين. معبد بالضخامة دي اتنجل في 4 سنين، واتنجل بالكيفية دي لسه محافظة كل شيء بكل حاجة. لحد الوقت الناس بتروح تشوف تعامد الشمس على وش رمسيس الثاني. طيب حضرتك كنت قلت لي ان في مفاجأة للمتابعين عندي في صالون السنوسي، ان حضرتك بتجهز لقناة يوتيوب. تمام. القناة هيبقى اسمها ايه او هيبقى محتواها ايه؟ انا راجل واحد، راجل صعيد طبيعي، هسميها واحد صعيد، واخد بالك؟ جايز الاسم يكون غريب شوية، بس المحتوى هو الأهم. بالظبط. تمام. هي هتتكلم فيها عن، مش ان انا هعلم كورس او هدي كورس في، قبل ما تدي كورس في ان انت تعلم الطفل او الراجل الكبير ينحت او يرسم وبتاع، لازم تملى دماغه بالاول فكر. صح. يعني ما هقول له اشتغل مثلا كلاسيك، طب هو يعرف ايه عن الكلاسيك؟ صح. ما لازم تدرس له مدرسه كامله. يعني في قناتك واحد من الصعيد هتقعد تكلمنا عن المدارس الكلاسيكية والتقليدية، هتكلمنا عن حكايات الفن وتاريخ الفن بدأ ازاي. يعني حضرتك لما وصفت لي دلوقتي ابن رشد حطوه في طرف اللوحة من تحت، كان هدفها ايه؟ انا كواحد ما بيعرفش اتذوق فن غير لما حضرتك تشرح لي، هفهم ده منك. اقول لك انا، ابن رشد ان الخوايا فيه ميزة على كد ما فيه عيوب. ميزته ان ما انكرش وجود ابن رشد، بضخامه ابن رشد في الوقت ده، رغم ان هم كانوا سباقين في الوقت ده في المجال اللي هو خده، اللي هو مجال الفلسفه النور في عهد التنوير، او بيقولوا عليه عهد في عصور النهضه او الرينيسانس. تمام. ما انكروش وجوده، كان عادي جدا ممكن نشيله، ما يترسمش اصلا في مدرسه تقسيمه، انما هو لازم يثبت ده، وثقه ان الراجل ده جالنا من اخر الدنيا عشان يتعلم ده، النوع ده من العلوم اللي هو مش موجود عندنا. تمام. انت بقى بتنكر اللي ليك ليه؟ صح. هو ما انكرش ابن رشد، انت عندك اعلام للاسف تيجي تبص يظهر علم وينور بره، نقول ده ولدنا. بعد ما ينور ويشتغل على نفسه بعد حد لما زويل، مين كان يعرف زويل قبل نوبل؟ حدش. مين كان يدور على نجيب محفوظ قبل نوبل؟ حدش. مين كان يدور على مجدي يعقوب بعد ما يبقى البروفيسور الوحيد للملكه اليزابيث مثلا؟ صح. فاحنا بنقدر نحقق، مين يدور على الشعراوي غير بعد ما قام الناس بصلاه العيد؟ صح. وفي الوقت الحديث دلوقتي عندنا محمد صلاح، وعندنا محمد صلاح ده مشكلة. صح. محمد صلاح ده مشكلة الوقت اللي احنا قاعدين فيه. محمد صلاح بعد ما بيجي نجم في ليفربول وبره في اوروبا بيستقبلوه استقبال الفاتحين، ما بيفرقوش ان عربي او مصري او مسلم او غيره. صح. احنا بنفرق، بنقطر فيه. طب بنقطر فيه ليه؟ صح. انت ايه بالنسبة له؟ انت عملت ايه؟ هو انت عرفت احمد محمد صلاح غير بعد ما بيجي ليه؟ انت ما ساعدتوش في مشواره، بالعكس انت ما عملت له، مالكش جميل عليه. صح. احنا بنقول ده ولدنا محمد صلاح، وولدنا زويل، وولدنا مجدي يعقوب، وولدنا الشعراوي، وولدنا نجيب محفوظ. طيب بعد ما بنى نفسه بنفسه، بعد ما كافح وشاف المرار عشان يوصل لده، بعد ما عمل نفسه. صح. انت النهارده جاي تقول ده ولدي؟ طب ماشي، قلت ولدي، حافظ عليه. حافظ عليه، ما تعوروش. ده انت لو واحد قريب منك وغلط فيك هو ده اللي يزعلك، انما الغريب اللي ما يعرفكش ولو شتم فيك لما اقول يا جدع بس مش هتبص له. صح. انما اللي عورني اللي ليه؟ قيس على كده بقى في كل المجالات، طب، صحه، تعليم، كل المجالات بندور على الراجل الخواجه. محطه كهرباء عايز تصبب فيها مكنه
بتروح تجيب لها واحد من الدنمارك الشركه المنتجه للمعده عشان يظبطها، في حين ان عندنا هنا في الواحات، مش هقول لك بره، في الكهرباء ناس واخده براءه اختراع من الدنمارك ومن امريكا ومن هنا في تشغيل محطات الكهرباء. ليها براءه اختراع يعني عدل في مكان عليك رحمه الله عادل جنابي باشمهندس عادل، وربنا يدي طول العمر للباشمهندس عبد الناصر امين براءات اختراع. ليه اجيب واحد من الدنمارك يظبط مجرب؟ انا عندي المهندسين، عندي مصطفى كامل التلمذ على ايدين الناس دي يظبط المكنه دي. صح. انما احنا حلوين في دفع فلوس وعندنا عمده البرنيطه. استاذ علي ماهر النهارده كشف لنا حاجات كتير قوي، ان احنا فعلا يعني اثبت لنا بالدليل ان احنا عندنا مشكله اسمها مشكله عقده الخواجه. طبعا دي كانت الحلقه الثانيه من صالون السنوسي، ونوعدكم ان هيبقى في حلقات تاني وتاني كتير ان شاء الله. وطبعا انا بدعوكم ان انتم تتابعوا الصفحه الشخصيه للاستاذ علي ماهر وقناته الجديده في اليوتيوب واحد من الصعيد، لان هيبقى فيها حكاوي باللغه الصعيديه، حكاوي عن الفن وعن التراث. انا عن نفسي متشوق جدا ان انا اسمعها. اشكركم جدا، وكنت سعيد جدا ان انا النهارده معاكم في صالون السنوسي. كل سنه وحضراتكم طيبين.